بتزرعش الا قمح وذره، قمح وذره، والارض عايزه يتغير لها، عايزه تروح لها سنه رز زي 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 زمان. لكن دلوقتي ما فيش مانعين، عندنا الرز فضلت لما الارض حمت وما وطفلت ملح. الارض لما الارض زمان لما كانت بتزرع رز كان الملح اللي فيها ده كان بيختفي، الملح الرز كان بيمصه والارض كانت بتبرد بالميه. دلوقتي دي ذره 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 على طول فضلت لحد ما الارض حمت، ما بقتش تجيب محصول، حمت. فالارض عايزه يتغير لها، عايزه بس لو كل حتى 5 سنين الحكومه تصرح لنا بس مره واحده ان احنا نزرع رز. طب في ناس بتجيب طميه دلوقتي بتحطها في الارض. هنجيب طميه من ميه ارضيه، هننزح ارض ونحط ارض هننزح هنبور ارض ونصلح ارض تاني، مش هتنفع. احنا عايزين حلول جذريه. ده من عدم زراعه الرز رق طفلت، نرمي فيها وتصرف وما بتنتجش. في ارض تاني عندنا حيه بنجيب من دي ناحيه دي، فهي في جره عدم زراعه الرز والارض مش قاضيه، نصرف عليها وما بتنتجش. جبنا طميه بتصرف علينا صحيح، بس هي وظروفها يا نتجت يا بردك ما يبقاش اللي هو في فرق بردك. من عدم الارض يكون التربه بتاعتها تغير يبقى بارده، وفي فرق ما يبقى لمؤاخذه يبقى طالع منها طفله من الارض. فهو ده احنا بنصرف عليها وبننتج فيها، والله اعلم هي وظروفها. عدم زراعه الرز اللي بقى لها كام سنه ونقعد نعمل رز يقول لك عليه غرامات، عليه مش عارف ايه، مالكش قيمه ومالكش تموين، مالكش مشكله. ورغم عن كده مش نافعه، بنودي الذره والذره هي السنه درجه الحراره اثرت عليها والارض الملوحه ما نتجتش فيها. بالنسبه للطميه والشوه دي جايبينها، يعني جايبين احنا دي بتاع 40 ولا 50 نقل يعدوا ال 5000 جنيه. نقعد نكلم السواق يقول لك ده الجاز غالي، ده مش عارف ايه غالي، ده كاوتش بقى ننظرها يا عم مالناش فيه. يا عم طب الطميه دي من عندنا وانت يا دوبك هتشيلها، يقول لك لا ملياش فيه، كاوتش غالي، الزيت غالي، الجاز غالي، فاحنا مش عارفين نكلمهم. يقول لك النقله بكذا. بالنسبه لفرق السبخ مش هو السبخ حامي عشان نجيبه من عندنا، هو اهون شويه بس بالنسبه للسبخ هيضر مش هيم. بالنسبه للشوه ممكن هبه، ادي احنا بنغير الطفله بتاعتها او التربه بتاعتها يمكن تجدد ويبقى حلو. فهي بتصرف اكتر صعب بس هي وظروفها.